السلام عليكم. يلا علاوي قوم حضر فراشي، جيتك خطار، أرد أنام يمك. يلا يا بطل. والله يمكن مو منتبه سنان، بس الفراش ترى محجوز. محجوز؟ حج نعمان ايش عندك هنا؟ مالك مكان اليوم بهالفراش، روح. لا 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 تقولها. لا تسأل سنان، لا تسأل. خالتك صفية اليوم ما خلتني أطب البيت. لا. إيه؟ تعصبت حيل من الموضوع. قالت له روح يم اللي صرفت عليهم فلوس الشركة. من عم نعمان ينسى عناوين النساوين؟ هوب. بوقتها مجبور يجي يمنا. لكم لا تتقشمرون علي، أنا أصلا شبعان قهر. لا تعصب عمي، قابل شيخ. اخوان رجاء صيروا جديين شويه بالله. انت ما لي يصير لك هيك؟ اي ابني انت هم داعم يصير لك هيك. بس انا وانت مو نفس الشيء، ليش تقارن نفسك وياي؟ احنا مو سويه. انت عندك كل مواصفات الرجال الشهم حج نعمان. اي انا هيك طبعا. لهذا السبب انت مو مال توقع بهيك مواقف. اي يعني انا وياك راح ننام سويه بهالفراش؟ لا عيني، ليش ما عندنا غير فراش علاوي المقمل؟ اي والله صدق. شوف يلا قوم نروح نبات بفندق مثل الاوادم. فندق؟ اي يصير يعني؟ طبعا يصير، يعني تقريبا بزقيت غالي. انت عوف موضوع الفلوس هسه، يلا لبسنا عليك وخلي نروح. تعيش سنان، واخيرا راح انام بفراشي من بعد اسابيع. اخذ فراشك ولي اثول. يلا اخوان مع السلامه، الله يقويكم. مع السلامه اخويا. يلا تفضلوا وياي. تعال عمي نعمان، تعال. وي 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 وي، شوف شلون غرفة مثل الذهب. والله هيك أحسن لنا، تخلصنا من فراش علي كمال المقمل. آه والله ما شاء الله ما شاء الله. منو هذا؟ ها منو يعني؟ تعال. مساء الخير أخوان. مساء النور أخويا. محتاجين بطانية؟ 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 بطانية ايش؟ تفهم شنو قصدي يا اخويا؟ بطانية. طبعا اخويا انت دزلنا بطانيتين، يلا شو دزلنا اثنين. هسا اخويا الحبيب راح اجيب لكم هسا احلى اثنين. اي تسلم اخويا تسلم. سنان؟ ها؟ يعني اكو بطانيات حلوة هم؟ طبعا عمي نعمان، من قال بطانية حلوة قصده بطانية ماركة وناعمة وتدفي زين هم، عندهم خوش بطانيات. اوف سنان علوالو ما طالبين بطانية، شو سووا البطانية بهالصيف؟ والله راح يصير عندنا جرب من الحر. انت ما تعرف جو المنطقة هذه، وقت الصبح كلش يصير بارد، واحنا ما نريد نصير مثل الحارس اللي يظل برا بالليل. آه لا صح صح. آه اني وبرد لي وقت الصبح. زين سويت. عمي نعمان اقول لك شي بالله، انت من تنام خو ما تشخر وتطلع صوت من اسنانك وتصوفر. ما تصوفر مو تمام لك؟ لا تحكي مثل صفية، نام اثول يلا. جت البطانيات حج نعمان. ايه تعال. مساء الخير اخويا، جبت لكم بطانيات. اي تمام خليها يمي هنا خليها. الله الله شوف البطانيات. مرحبا بطانية. ها منين طلعت لها البنية؟ ها بطانية اخويا طلبتوها انتو. انت تتقشمرني ولك؟ هي هاي بطانية؟ هي هيك البطانية الصين؟ اوه هالرجال قاساني عجبني هواي. سكت ليش؟ ترى ضربك راشدي. ها هاي شنو حج نعمان انت شده تسوي؟ اكو واحد يعامل البطانية عيوني هيش. البطانية عندنا مثل كلمة السر، نسأل الزبائن اذا يريدون بطانية نجيب لهم بنات. انت شوف اموتك. ها شنو هالحكي هذا؟ اخذ البنات هسه بسرعة، ما اريد اشوفهم هنا. تسرع عصابي حبيبي. تمام حج نعمان اهدأ شوية، الرجال دا يدللنا وجايب لنا بطانيات، سوالنا معروف جاب لنا هالبطانيتين حلوات. انت شنو شايفني يا بلا شرف؟ انا من النماذج اللي اقعد واقوم ويا مثل هيك بنات؟ شنو يعني مثل هذولة؟ ليش يشبيهم ذني البنات؟ شوف هاي شقد بريئة في دول الله. شوف 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 هاي اللخة تخبل. شوف عمي نعمان شوف. لا ما اريد. يلا خذ ذولا وانت تعالوا وياي. We'll be right back.
الله يخليك عمي نعمان، خلي بالون. شرطة عافية. انت بعدك ما عارف الشغلة؟ اخذوا هذا. ايش دا يصير سيادة الضابط؟ دا يصير برايك؟ ما اعرف والله سيادة الضابط، والله احنا ما لنا إيه؟ علاقة. يحكي صح. احنا كنا بهاي الغرفة وهذا بالقوة اشو اجا فوت البنات علينا، احنا ما قبلنا، احنا نريد نشتكي عليه. قلنا تريدون بطانية، احنا قلنا شو نسوي بالبطانية بهالحال؟ اخذوهم الدولة. احنا اباء واصحاب عوائل. ها اسوي هي هي لا تصور. امشي عمي نعمان امشي. امشي. وقف اخذ قميصي، قلت لك لا تصور لك.